جلسة عاصفة في مجلس الأمن بشأن سد النهضة. الجلسة انعقدت بناء على طلب من مصر والسودان لمناقشة أزمة السد الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل، وتقول مصر والسودان إنه يهدد أمنهما المائي خصوصا مع ملئه وتشغيله دون اتفاق. المشروع الذي قدمته تونس العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن يطالب المجلس بالضغط من أجل إبرام اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن آلية تشغيل سد النهضة في غضون 6 أشهر. مندوب فرنسا الذي ترأس الجلسة قال إنه بعد 10 أعوام من التفاوض تبددت الثقة في غياب اتفاق حول سد النهضة، وإن مواصلة ملء السد دون اتفاق يؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة. أما الكلمات الأبرز خلال الجلسة فجاءت من أطراف الأزمة مصر والسودان وإثيوبيا، فقد قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته إن مصر جاءت إلى المجلس من منطلق إيمانها بالقانون الدولي، وطلب المجلس بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين باعتبار أن أزمة السد تشكل تهديدا وجوديا لمصر. It is not an overstatement to affirm that for Egypt the GERD is an existential threat. This is a situation that Egypt cannot and will not tolerate. وزير الخارجية المصري أكد أيضا أن سبب فشل المفاوضات يرجع إلى ما وصفه بالتعنت الإثيوبي، وأن المسار الذي يقوده الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة وصل إلى طريق مسدود. بدورها أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في كلماتها أن وجود سد ضخم مثل سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب ومن غير تنسيق في إجراءات السلامة مع مجتمعات أدنى السد تشكل خطورة مباشرة على هذه المجتمعات وأمنها. دعوة إثيوبيا بعدم اتخاذ خطوات أحادية دون اتفاق تعمل على تهديد ملايين السكان خلف سد النهضة. أما كلمة وزير الري الإثيوبي فجاءت محملة باتهامات من قبيل أن هدف القاهرة والخرطوم هو حرمان أديس أبابا من حقها في استخدام المياه والتنمية، وهو ما نفته الدولتان مرارا. أما كلمات أغلب الدول التي شاركت في الجلسة فجاءت مؤيدة لاستمرار التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وهو ما أكد عليه المندوب الروسي أيضا رغم أن كلماته وصفت بالمنحازة للجانب الإثيوبي. عقب الجلسة سئل وزير الخارجية المصري سامح شكري عن احتمالية لجوء مصر للخيار العسكري في أزمة السد، فأكد أن مصر تدعم المفاوضات لكنها ستدافع عن حقوق شعبها بكل السبل المتاحة. طرحت مصر والسودان ملف السد للمرة الثانية في مجلس الأمن بدعم عربي وأيضا من الاتحاد الأوروبي الذي أعلن أسفه لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مسبق مع شركاء من دول المصب، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي. ووفق مراقبين فإن مصر والسودان ربما لا يعولان على مجلس الأمن في حل الأزمة نظرا لاختلاف توجهات الدول دائمة العضوية، لكن اللجوء إليه هو لإخطار العالم بحجم الأزمة الحالية وأن التفاوض وصل إلى طريق مسدود وأن الملف أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات.